وأين يكون النظر في أثناء الصلاة لمن هو داخل المسجد الحرام؟ وجزاكم الله خيرا. النظر المصلي في كل مكان في المسجد الحرام وغيره، يكون نظره إلى موضع سجوده، يكون نظره إلى موضع سجوده، لأن هذا سبب للخشوع وقطع الشواغل، لأنه إذا نظر أمامه وسرح بصره في المارة وسرح نظره في ما أمامه من المشاهدات شغله ذلك عن صلاته. إذا نظر إلى موضع سجوده فإنها تنقطع عنه هذه الشواغل ويقبل على صلاته. نعم.